الحمد لله رب العالمين، وهو يطعم ولا يطعم، وهو الرزاق ذو القوة المتين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، أفضل وأكثر وأحسن من سارع في قضاء حوائج الناس. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أيها الإخوة المؤمنون، إن الحاجة هي كل ما يفتقر إليه الإنسان ويطلبه، والحاجة على نوعين وأشكال: حاجة معنوية وحاجة مادية. فالمحتاج قد يحتاج إلى مساعدة معنوية، فإن لم تستطع أن تقضي حاجة أخيك مادية فاقضها له معنوية. ومن ذلك الدعاء له، فالدعاء له أهمية كبرى في حياة المسلم وفي حياة المحتاجين. قد تدعو لأخيك المحتاج فيفرج الله عنه كربته ويقضي حاجته، قد يستجيب الله لك فيقضي الله حاجة أخيك. ولذلك إذا جاءك محتاج أو سائل ولم تستطع أن تقضي حاجته فرده بدعاء، فادعو له. ومن ذلك الكلمة الطيبة، إن لم تستطع فعل الخير وقضاء الحاجة فقل كلمة طيبة فهي صدقة، اعتبرها الإسلام صدقة. الكلمة الطيبة تدخل السرور على المحتاج وعلى المسلم، وأمرنا الله عز وجل أن نقول قولا سديدا في تعاملاتنا ومعاملاتنا حتى مع السائل. وأما السائل فلا تنهر السائل، فرده بكلام حسن، بكلام يشعره أنك أخوه ولم تستطع قضاء حاجته، فهذا يعتبر المساعدة وتعتبر من المساعدات المعنوية. وهناك حاجة مادية، ما أحوج المجتمع الإسلامي إلى ترسيخ والرفع من المساعدات المادية وقضاء حاجات المحتاجين، وهي كثيرة، أشكالها كثيرة، وكل مهما كان إلا وبحاجة إلى أخيه أن يعينه. أنت بحاجة إلى أن ييسر الله أمرك، بحاجة إلى أن يستر الله عرضك، بحاجة إلى أن يعينك الله في أمور وظيفتك وعملك، بحاجة إلى أن يصلح الله شأن أولادك، فأنت بحاجة. ما دمت بحاجة فاقضي حوائج المحتاجين، فاقضي حاجة المريض، هو بحاجة إلى أدوية،
بحاجة إلى مال لإجراء عملية جراحية، فأعنه واقضي حاجته. بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى كساء، إلى لباس، خصوصا في هذا الجو البارد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كسى أخاه على عري كساه الله من خضر الجنة، كساه الله وألبسه من خضر الجنة. إذن يدخلك الله عز وجل الجنة. هناك بحاجة إلى مأوى كالمشردين، أن نعينهم وأن نأويهم في أماكن خاصة، هم بحاجة إلى ذلك. هناك من هو بحاجة إلى ربط منزله بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء. هناك من هو بحاجة إلى بئر في البوادي. كل ذلك حاجات يحتاجها الناس. ولذلك فالذي لا يسارع في قضاء حوائج الناس فهو أناني. هناك من فيه صفة الأنانية، أو الأنانية مترسخة في نفسه، فلا يقضي إلا مصالحه ومنافعه، كبعض الأغنياء الأثرياء باستطاعتهم أن ينفعوا الناس وأن يقدموا خدمات للناس وأن يدخلوا السرور على الناس، على المحتاجين، ولكنهم أصيبوا بمرض الأنانية. نفسي، أولادي، ورثتي، لا غير. فهذا لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. فأكثر الناس قضاء حوائج الناس هم الأنبياء والمرسلون. فما من نبي ورسول إلا وكان يسارع في قضاء حوائج الناس، منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رجع من غار حراء دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: لقد خشيت على نفسي. رأى ما رأى، رأى جبريل لأول مرة. فبماذا وصفته أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ وصفته بصفات قضاء حوائج الناس. فقالت له، طمأنته: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم، تكسب المال المعدوم ثم تنفقه على المحتاجين، وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتحمل الكل. صفات كلها كانت في قضاء حوائج الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده وتذهب به، تتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجتها، فيقضي الرسول صلى الله عليه وسلم حاجتها. بل مرة وقد أقيمت له الصلاة فجاء رجل وقد وقف جهة القبلة وهو يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجته وأطال، وقد أقيمت الصلاة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، وهو كثير وكثير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام جاءه الملائكة وظنهم أنهم من الإنس من البشر، فسارع في قضاء حاجتهم أي في إكرامهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ سيدنا يوسف عليه السلام لم يمنعه السجن في قضاء حوائج الناس، فكان يعود المرضى في السجن ويخدمهم
حتى قال له أحد السجناء: إنا نراك من المحسنين. في السجن، فالله عز وجل سخر له رجل خرج من السجن يقضي حاجات الناس، الله يقضي حوائجك. فخرج رجل ولما رأى الملك ما رأى من الرؤيا فذهب إليه قال: إن بالسجن من يعبر لك الرؤيا. فقضى الله حاجة يوسف عليه السلام. وسيدنا موسى عليه السلام لما فر من فرعون واتجه إلى مدين، جاء إلى مدين ووجد على بئر أناسا يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، قدم لهم، قضى لهم، قضى لهما حاجتهما. امرأتان، فتاتان، لا يختلطان بالرجال. فقدم لهما خدمة وقضى حاجتهما لله، لوجه الله عز وجل، ولا يعرفهما. فرجع إلى بيتهما وقص على أبيهما ما وقع. فقال لإحداهما: اذهب إليه، اذهبي إليه وأتي به. فقدم خدمة وقضى حاجة، فقضى الله له حوائج. لما دخل على هذا الرجل الصالح قال له: إنك في أمان، لا تخف من فرعون، وإنك ستعمل عندي، العمل موفر لك، وإني سأزوجك. حاجة واحدة، قضى حاجة واحدة فقضى الله له حوائج. ولذلك الرسول قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وحاجة وقضاء الله لحاجتك ليست كقضاء حاجتك للإنسان. فاقضي حوائج الناس، فما أكثر السبل في قضاء حوائج الناس. فابحثوا عن المحتاجين، عن المعوزين، عن الفقراء، عن اليتامى، عن الأرامل، فاقضوا حوائجهم، فالله عز وجل سيقضي حوائجكم. وما أكثر حوائجنا، وما أكثر حوائجنا، فالله اقضي حوائجنا. اللهم اقضي حوائجنا، حوائج المحتاجين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فهناك أعمال عظيمة وجليلة في شأن العبادات، والعبادات لا تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما من العبادات قضاء حوائج الناس. اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول: الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة، ربما في حيك الذي تسكنه أو في قريتك أرملة لها أيتام، فأنت باستطاعتك أن تؤويها، أن تنفق عليها لله، لوجه الله، فأنت كالمجاهد في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. أنت إذا كنت قد كفلت يتيما تنفق عليه، وليس بالضرورة أن يكون في بيتك، وإنما تتكفل به فتنفق عليه مصارف دراسة،
تتكفل به، فأنت تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصلاتك ولا بصيامك ولا بحجك حجك ولا بعمرتك، وإنما بإنفاقك على هذا اليتيم. قضاء حوائج الناس يا إخوتي له شأن عظيم في الدنيا وفي الآخرة، يرفع الله درجاتك في الآخرة. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم